يا هلا ومرحبا فيكم. فقرتنا الحين مختلفة جدا وراح نستمتع فيها وايد، خصوصا ان احنا اليوم بزمن قمنا نفقد اللهجة الكويتية الأصيلة، وعيالنا قاموا يعني لما يسمعون منا كلمة يقولون نعم شنو يما، شنو تبين، شنو يعني. فهذا شيء صراحة يحز بالخاطر وقام وايد يفرق معانا. احنا يمكن جينا لحقنا على يداننا والحكي القديم وبعض المفردات الحلوة، ولكن الجيل ما بعد التسعين حياة الفهد للحين ولا كلمة اسمع ولا كلمة. إيه الجيل ما بعد التسعين عبد الله فقد هذه اللهجة ورونقها وجماليتها. اليوم لما أسمع أحد يقول هذه اللهجة أقول الله هذا كويتي، فقمنا نحب هذه اللهجة. واليوم ترى صارت ترى يعني ترند اللهجة الكويتية. اليوم الواحد لما بيصير زقرتي يتكلم باللهجة العتيجة. يا سلام. فإحنا اليوم نبي ناخذ هاللهجة والكلام الحلو الكويتي العتيج من العم حسين القطان، باحث في التراث الكويتي واللهجة. أستاذنا أبو علي. أي والله. أهلا وسهلا بك. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا فيكم. طبعا أول شيء بشكركم على أن الاهتمامكم باللهجة والتراث الكويتي، والصراحة إحنا يعني أول من نفزع وياكم وأول من يوقف وياكم اللي قلتوا شيء عن التراث الكويتي وعن اللهجة، لأن ودنا نسلم الأمانة حق الأجيال الجاية. يعني إحنا على قولتهم يعني هي سلسلة اللهجة. صح. هذه إحنا أخذناها من يداننا ومن أبونا وخوالنا وشغلات مثل هذه، ولازم إحنا نوصلها حق الأجيال الحالية. مثل ما أنتم عارفين الحين الميديا والتلفزيون والقنوات هذه وايد ضيعت من اللهجة. أنا من كثر ما مستانس يا أبو علي، من كثر ما مستانس بحضورك اليوم قبل ما أطلع الهوى استلمتك هنا قمنا نسولف قبل الهوى. الله يسلمك. الساعة المباركة. قبل ما نبلش معك سوالفنا الحلوة مع المشاهدين، أنا ودي اشوف هذا التقرير نرجع نسولف معك. اعطوني التقرير ان شاء الله. سلام بارك. ضيفنا الليله الباحث في التراث الكويتي واللهجه وعضو في فريق اكسبو 965 حسين احمد القطان. في بلد مثل الكويت يعتز الباحث في تاريخها وتراثها بثقافتها وعاداتها وتقاليدها القديمه، كان حريص على اللهجه المحليه والتراث الكويتي الاصيل. لديه شغف وحب كبير لتراث وتاريخ الكويت، عمل على تجميع وتوثيق كل قطعة نادرة تحكي هذا التراث بمتحفه الخاص. القطان يحافظ على الهوية الوطنية خصوصا مع انتشار بعض الثقافات الدخيلة على مجتمعاتنا، كما أنه يعمل على الحفاظ على التراث الكويتي القديم كالألعاب التراثية واللهجة الكويتية القديمة، ويمشي على طريق أهل البحر والغوص والأمثال الشعبية. الليلة ضيفنا الباحث حسين أحمد القطان في عسيف. حي الله من يانا، وكان عسيف بيته ومكانه. احنا قاعد نضحك طبعا مشاهدين على الهواء، يعني ما شاء الله والحج ابو علي سوالفه ذهب. ابو علي خلنا نتكلم عن يعني يمكن اليوم كلنا مستانسين عيدنا جاي ان شاء الله عيد الاضحى باذن الله تعالى، راح يكون على الابواب باذن الله تعالى، ولكن انا ما بتكلم عن الوضع الحالي، احنا عارفين الوضع الحالي شنو راح تكون الاليه وشنو عيالنا راح يلبسون، عارفين كل شيء. والشعب نصه مسافر بعيد الاضحى. ما في طقوس. احنا نبي نرجع على الطقوس القديمه. عيد الاضحى قبل شلون كان اطفالنا يستانسون فيه والكبار شلون كان يستانسون فيه، وكان شلون الزوارات في هالمواضيع. طبعا بدا قبل العيد، يعني نقدر نقول اول كسوه العيد احيانا تكون مالت رمضان هي نفسها مالت عيد الاضحى. يعني بذاك الوقت يعني الحاله اللي ما تشوف ايش اسمه هذا، بس وناستهم شنو عندك مثلا لما بيشتغلون الضحيه يبونها مثل قبل، يعني ما يبون ضحيه واحده، يبون اثنتين ثلاث، لان البيت بيت الحموله هذا يبون ضحيتين ثلاث. تلقى يعني من هازج صبيا والبنات اللي يهزجون فيها، انا قبلها شو اسمها اللي نسمعها باكر العيد نذبح بقره النادي، بس ما في بقره يذبحون خروف كبير الخنفره. لا في بقره قبل بقره يشاركون فيها، يشاركون فيها تقريبا سبعه بالنسبه حقهم اي اسم هذا. وعندنا اليوم يوم الوقفه، يوم الوقفه بالكويت يسمونه يوم النشر، هذا الصبيان قبل يسمونه يوم النشر، اللي هم عندهم اللعبة أو عندهم يسمونها كاسرو دلة. يطلعون مجموعة من الشباب وياهم أعلام، أعلام صغيرة تقريبا نقول يعني العصا حوالي فيها يقول 50 سنتي، وفيها أعلام يكون علم أحمر وعلم خضر وعلم ملخامات الطيار وهذا جسمه، ويطلعون بين البيوت زين وياهم جسمه ملة حاطينها وياهم جسمه، ويلفهم بين البيوت بهزوجاتهم المعروفة كاسرو دلة أربعانات ملة كاسرو دلة أربعانات ملة، ويعطونهم عاد هذا البيت يعطي أربعانات، هذا يعطي أربعانات، هذا جسمه، هذا يلفون الفرجان. شنو هي الأربعانات؟ أربعانات اللي هي ربع ربية. ربع ربية. ربع ربية.
اسمها ربع ربع ربية. ربع ربية يسمونها آنات. آنات. إيه. الله. اللي أصلها هندي أبو علي صح؟ نعم. كلمة آنات أصلها هندي. نعم كلها هي ربية ربية كلها هندية. إيه. بذاك الوقت يعني إحنا يعني من 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 مدينة تقريبا شديد الكويت يعني دشت عملات وايد يعني لما نتكلم عنها بس آخر آخر عملة دشينا فيها ربيات ووقفت عندنا تقريبا نقول بالدينار الكويتي وآخر ربية استخدمها بالكويت على طاير ربيات طبعا الأمية بذاك الوقت بالكويت يعني ما عندهم وكانت العملات السكر يعني شو اسمه ربيات وهذه كلها على ملوك بريطانيا كانوا تحت الحكم البريطاني اي هذاك الوقت إيه عادي شو يسمونها الكويت يسمونها ام صلعه ام بنت ام شايب على على حسب اسمها والعمله بريطانيه بريطانيه اي نعم لا هي هنديه بس الهند ما كانت مستغله كانت تحت الحكم البريطاني عشان كذي كل انا اللي اسمه السكن كله يكون موجود اما ايش اسمه الحين ام صلعه وام بنت يكون يعني صوره مطبوعه طبعا شو عندنا الحين شعار شعار الكويت موجود شيء ومكتوب 100 فلس هذا موجود كذا اخر عمله عقب ما استغلت الهند ب 47 سووا عمله خاصه فيهم طبعا احنا طلعوا من شو اسمه الاستعمار البريطاني اخر عمله دشوا فيها سووا عمله خاصه فيها خاصه فيهم عندهم اسد بثلاث رؤوس يسمونه اسد اسوكا اسد اسوكا اهل الكويت يسموها ربيه ام صنم اي ام صنم اي ربيه ام صنم لان تمثال عليها تمثال ثلاث رؤوس اي عرفت شلون اسمها هذا يسموها الكويت ربيه ام صنم اول تسمياتهم مثل ما قلنا ام صلعه وبنت وام شايب وكذا وكذا والسوالف هذه عقبها بعدين اخر ربيه اللي هي عقب ما استغلت الهند بال 47 استخدمناها لغايه 61 مع الدينار الكويتي وبعدين دشينا بالدينار الكويتي اذا بعد الحين هم ليله العيد يفترون ويغنون الصبح نعم مو بالليل لا الصبح الصبح يقولون الجملة اللي قلتها الهزوجة هذه كاسي رودل أربع عنات من الأجزاء ويعطونهم ربيات وبغى إلا فيلن البنات اللي يقولون باكر العيد باكر العيد هذه وناستهم بالبيت والفريج ولا شافوا وهم قايدين ذبيحة يبينها من من شارينها من الصفات ولا شارينها من الأواخير اللي قريبة منهم وهذا وهم قايدينها نفس الشيء مستانسين فيها زين بو علي أنت قلت لنا الحين رديتنا قبل نعم يمكن ما لحقت حتى على الجيل هذا اللي قاعد تذكره ولكن ما تتحسف لما تشوف الحين الأعياد في الوقت الحالي أعياد عيد الفطر عيد الأضحى ما تضايق والله بيني وبينك يعني الحين الوقت على هو في مقولة يقول لك الوقت ما يستحي من وقته يعني إحنا الجيل اللي تعايشنا فيه غير جيل أهلنا والجيل أهلنا غير قبليين يعني هذه سنة الحياة يعني إحنا بالعكس ودنا نرجع حق قبل ونرجع حق هذا بهذه بس مهما يكون يعني كل جيل على قولته يأخذ حقه ويأخذ اسمه ما نقدر نحكم على شو اسمه نقول برجع على الجيل الأولي يعني مهما يكون وضعهم غير يعني لما طالعها هم الحين يعني ارتباطاتهم بالدراسة ارتباطاتهم يعني بالزوارات ارتباطاتهم حق هذا بس في أشياء المفروض ما تروح يعني في أشياء أساسية ما ودك تروح يعني قبل شوف الزوارات يعني بتهاني العيد وشغلات مثل هذه من بيت لبيت مكان لمكان الحين صار كله عن طريق التواصل وعن طريق هذه يعني هذه الشغلة اللي الواحد ما وده فيها دواوين تغيرت أن اختلف مفهوم الديوانية الأول عن الحين بالعياد ما عياد هذا أشياء اللي ودك ما تروح فيها بس يعني في أشياء للحين محافظين عليها في أشياء محافظين عليها صحيح بس أنا يعني قاعد أقول يعني مثل معايد والحين وهو قاعد مكانه عايد على 100 واحد سوى البرودكاست وطرش حق الدنيا كلها وهو قاعد على كرسي والله ما قطع احنا الحمد لله احنا للحين نروح نزور يعني ونعايد ونلف البيوت وللحين ترى ريوق العيد في وايد ناس محافظة عليه معلوم مفهوم يعني هذا الشيء الحلو الناس الحين صدق قامت تفنتق شوي اول بلاليط وحركات صح اليوم قاموا تفنتق جون وتشيز بلتر وحركات بس المهم اسمه ريوق عيد لمه اي الهدف من اللمه يعني ريوق العيد قبلها بعد نفس السالفه سواء يعني العيد ياهم بالصيف ولا ياهم بالشتاء نفس الشيء الدرابيل ولا شو اسمه والبثيث والشغلات مثل هذه موجوده والنخي والباجله والشغلات هذه موجوده والخبز وال شو اسمه الاكلات السريعه اللي يسوونها مثل ما قلت البلاليط وايد الصي هذه صح على طاري كلامنا ابو علي قبل شوي ذكرت الهند والكلمه الربيه هنديه وكذا انا قبل فتره تكلمت عن كلمه سمونديجا يقول لك ايش عندك انت قاعد سمونديجا كويتيين يستخدمونها ولكن ما حد يعرف شو مقصد سمونديجا او شو المقصود سمونديجا انا اللي عرفته ان سمونديجا هو الحارس في حارس البضاعه اللي يكون في الهند في هذاك الوقت صحيح فشلون احنا نقول حق ولد انت قاعد في سمنديقة ما تدري عن شيء يعني وجودك زي عدمك صح اكيد فابي بعض المعلومات منها يعني اذا في كلمات متشابهه
يمكن اللي اذا هي يعني تصير مرادف طنبور طين نفس التمرطين صح اتوقع هي تختلف شويه انت لما تسافر اي دوله خليجيه خصوصا لما تسافر عمان ولا سافر هذا تسمع مثل العمال مال نقل كوين سامان صح سامان صح زين سامان اللي هي البضاعه او الاغراض سامان البضاعه والاغراض او الاغراض نفسها يعني اللي اسمها ما اسمع المتحمل حمل جنطك يقول سامان اسمه هذه هذا اساسا هندي سامان زين وتسمع يمكن اذا بعض اذا قالك ديكو شوفها طالعه شفتها شوف الشيء هذا زين هي مثل ما تكون حارس الاغراض قبل اهل الكويت اهل الكويت طبعا جينا مع بعض اي قبل اهل الكويت لما يخلصوا على بالسفر لما يخون اغراض حقهم وهذا والشغلات هذه يكون البوم ميدف بعيد مو ميدف بالمينا نفس هذا ياخذون اغراضهم ويحطونها على اسمها على المينا على رصيف المينا ويستاجرون شخص زين الشخص هذا بس على اساس انه يحافظ على الاغراض هذه زين يسمونه سامان ديقة زين أيه. يعني سامان مثل ما قلنا قلنا الأقراض وهذا سامان وديقة الحارس الله على هذه معناتها الكلمة سامان ديقة إن أنا يعني مهمتي بس إني أحافظ على الأقراض هذه حلو. وتسمعون من الحين لما تشوفوا أي مفردة هندية يقولك ديكو يعني طالع هذه وسامان تسمعونها حاليا بدول الخليج وايد إحنا ما نقولها بالكويت بس دول الخليج تنقال وايد سامان خصوصا بالمطارات إحنا عندنا وايد كلمات يعني نقلت لنا أثناء يعني يمكن كانت تجارة قبل يروحون الهند ونقل بعض البضائع فنقلنا وايد مفردات ودي صلح لي هذه المعلومة إذا غلط أنا أيضا سمعت إن فيرست كلاس يت أتوقع فص جلاس صح نعم. يقولون إنه يعني بضاعة درجة أولى فيت من الهند كانوا يقولونها الكويتين فص جلاس فص جلاس نعم إيه هما في شغلات وايد حتى قبل يعني وايد يقول لك عن الشغلة هذه ولايتية يعني أصلا ولا يقول لك لندني أيه؟ الشغلة هالندية أيه؟ وحتى ذاك الوقت يعني يقول لك يعني البضاعة يعني شو اسمه الصينية واليابانية يعني مو ذاك الزود يعني شو اسمه أيه؟ ولا تسمعون ساعات الأغنية ولا هو من الطلع الياباني يعني من الياباني يعني الشغلات هذه صح. هذا في شغلات يعني تكون يعني وقبل موانئ هندية هي مركز التجارة العالمي نعم. يعني تشوفين ساعات موجود غادو هذا يعني من وين يعني من روسيا ايش دخلنا احنا روسيا ما نوصل روسيا ايه؟ ولا نوصل امريكا ولا نوصل هذه ايه؟ بس مركز التجاره العالمي صح. اللي يربط الخليج بالدول الاوروبيه والدول هذه اللي هي الهند ياخذون بضائعهم منها وتروح اسم هذا الله نعم اقول لك شغله معلومه انا عرفتها تو وانا كبير عمري 42 سنه انا عرفتها تهم يقول لك فلان دشيت على ايش كبرها شنو ابغى له شنو ابغى له والله ما ادري الصراحه ما بيفتي عز الله عبارك حيوان صح اي قول لها طال عمرك شنو اللي بغلها طبعا اللي بغلها هي سلمكم من سفن الغوص سفن الغوص القديمه عندنا اللي هو يشبهونه بالسفينه صح سفينه الكبار زين درسناها صح بغلها زين اللي هي البوم والبغلها هذا سفن الغوص وعلى فكره حتى اللي بغلها ترى ما يقصدون فيها عزكم الله البغل او البغلها اي هي هذه سفينه ها هي السفينه السفينه بس من اسمها اسمها باغلا باغلا ايه باغلا اسمها البرتغالي هي اساس هذه صناعتها اساس يعني الديزاين مالها من البرتغال يعني كلمه البغلا انا عارف انها سفينه كويتيه تعلمتها من المسلسل اللي صورته ولكن والكل يفتكرها ان هي ماخذونها عزكم الله من كلمه البغل او البغل عرفت شلون بس هي مشتقه من باغلا باغلا هذه اللي هي البرتغالية التسمية اللي هي من البرتغال يا سلام عشان شو يسموها يا سلام الله يسلمك يا أنا بعد ودي أتكلم قبل شوي كنا قاعد نتكلم عن العيد اليوم الحلويات وأكلات العيد قلنا تغيرت شنو كانت من أهم الأكلات والحلويات في العيد القديمة طبعا الحلويات اللي يعني بذاك الوقت بالنسبة حق العيد سوق الحلوى ينشط بهالوقت هذا يعني سواء بعيد رمضان او بعيد الاضحى ينشط السوق هذا لان في تقديم وفي ضيافه وفي شغلات من هذه تشوفين الغهاش تشوفين الحلوه تشوفين القريبه تشوفين الزلابيه يا يعني داشه وياهم مع العيد وبس قبل الحلوه والشغلات مثل هذه مو مثل الحين لها مصانع ما هذا مصنع فلان هذا مصنع بالبيت لا هذا كله مصانع كله بيوت ايه؟ وبيوت ما لهم علاقه حق صاحب الدكان
أيه. يعني الدكان يشتري من البيوت هذيلا اللي هم مختصين البيت هذا مختص بغاش البيت هذا مختص يسوي الحلوى البيت هذا مختص يسوي زلابية يشتري منهم كأنه يشتري من مثل حما طلبات ما طلبات هو ومتعامل وياهم وبيع لأنه أيه. مجرد دكان عنده مجرد دكان ما عنده مثل ما نقول يعني إنه مكان ويطبخ فيه ويسوي فيه ما عنده ما أبو علي والدرابين قديم ها الدرابين نعم قديم ها من الحلويات قبل درابين كان حليب تقمس وقبل درابين بقى شغل يد يعني على قولتهم يسوونه في البيوت يعني وايد بيوت يعني الدرابين وفي في خبز كان ينام في لكه يسمونه خبز بلبل الله شو صاير هذا خبز كذي مثل خبز مثل خبز كليتشه يابس بس يكون يعني في زعفران وفي ايش اسمه هذا ما قاموا يسوونه لا ما قليل هذا يعني الله يشفع فيهم الاولين يعني اهل فيليتشه وهذا هم اللي يسوونه يعني الشغلات مثل هذه وكنا اذا احنا فيليتشه يعني بعد نجيبه منه نشتري منه خبز بلبل بلبل يسمونه ايه ويسمونه الكليتشه كليتشه 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 غير الحين تينا من السعودية ايوه شفت لازم كليتشه غير اي كليتشه هي نفسها لان خبز صغير انت حين رحت الخباز شو تقول له قبل الحما شو اسمه هذا تقول له ابي يا خبز كليتشه صغار او ابي دبل زين خبز دبل اذا قال خبز دبل الصناية هذه اللي هي قطعه العين هذه الواحده منهم يسوي حق خبزه واحده الخبزه واحده تصير كليتشه بس اذا حط لك صنعتين ثنتين سوالك القرص دبل هذا يسوي ايش وعلي اصل الكلمات هذه شنو يعني احنا حتى الحين لليوم قاعد نستخدم بعض الكلمات يعني واحد بيقول لك والله انا دعمني من ورا وكسر الاسطاب الخلفي هي اساسا ستوبات نعم. يعني ستوبات الستوب لو ما البريك هذا اللي انا عارفه مثلا كلتش كلمه كلتش اللي هي كلمه انجليزيه يعني وايد عندنا كلمات دخيله انا هذا الموضوع يمكن يبي اللي بسالك اياه شلون ادخلت علينا هذه الكلمات في اي وقت ادخلت هذه الكلمات اللي من برا الكويت وغيرت لهجتنا الكويتيه الاصيله هذه مو بس غيرت مو بس احنا بكل العالم انت الحين بوقتنا الحالي اول ما يا البيجر يا اسمه ويا بيجر الايفون يا اسمه ويا ايفون زين نفس الشيء في السيارات اول ما السيارات ايش كانوا يسمون السكان كانوا يسمونه درايف ويل ما نسميه احنا نسميه كويت قبل اي يسمونك حتى بالكويت يمكن احنا من الاستعمار صار اللي مشتق منها درايول درايول اي درايول من جاي درايول من السكان درايول من درايف ويل زين المدقر مدقر 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 هذا الان على السياره اي شنو اساسه ما ادري ماد جارد شو اسمه ماد جارد يعني اللي ماد جارد الحمايه اللي يحميك من الطين صح ماد جارد صح 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 بس الكويتين عاد يحرفون فيها وشوية يغيرونها وأغلبهم أتوقع بعد من الاستعمار صارت عندنا كلمات إنجليزية وايد نعم فداخلة اللي صارت عندنا بعض الكلمات والمفردات الداخلة من الاستعمار ومن التجارة وعاد احنا كوتناها نعم وايد كلمات يعني مثل سمعون النامليت نامليت 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 إنجليزي ليمونيد أول مشروب غازي أنا الكويت 1922 أنا المشروب الغازي هذا إيه؟ اللي هو اسمه ناملت وسموه بوتيلة بوتيلة عشان الغطاء ماله تيلة بس هو اسم الإنجليزي ناملت البرميت برميت إيه؟ برميت إنجليزي بابرمنت وعلي وين راحت هذه الكلمات يا وعلي وين راحت نبي نعرف بس شلون تحرفت عبد الله إيه؟ بابرمنت اللي هو النعناع إيه؟ بالإنجليزي احنا سمعنا البرميت بابرمنت وإذا تلاحظون القديم عليها طبعة الجنيه الاسترليني القديم ما عاد ما لحقت عشان ما لحقت يسألني فالح رئيس اعدادنا يقول انت شلون تعرف الكلمات الانجليزيه ومعانيها يعني انا صدمت بسالفه مدقر سنين وانا احب السيارات مدقر مدقارد مدقارد صدمني جارد انا عارفه جارد الحامي وصح ويحمي الجارد إيه؟ ولا يعني ولا تري ولا تبالي اصلا يعني تخيل احنا قبل مثل قواري اذا لحقت على سياقه القواري قبل إذا, إذا, اذا 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 ما في المدقر هذا الطين كله طشر عليك انت صح بس صح المدقر هذا هو اللي يحميك من الطين وهذا الرتشاب نفس اسمه الرتشاب شنو يعني الرتشاب هذا يسمونه تشخ التشخ كل شيء يفتر على حاله يسمونه تشخ عندنا اكثر من معنى الاسم هذا عندنا حرس اسواق الشخص اللي يفتر عليهم يسمونه تشخ تشخ إيه في فارسيه عندنا السكان مال البوم نفس الشيء يسمونه تشخ شرخ الخلاط مال اللبن الشرخ العادي اي احنا نقول شرخ اللبن شرخ الرب شرخ اللبن شلون اي شيء يفتر موجود فلان شرخه شرخ اي زين عندك الشراخ اللي سن السجاجين قبل تشوفونه بالسوق ما سوق عند الاله الكبيره هذه وسن السجاجين لان عند الجهاز اللي يفترن على نفسه انه نفس الشيء يسمونه شرخ مسؤول الحراس او شغلات مثل هاي يسمونه شاروخ
لانه يلف على الحراس واحد واحد من الشغلات هذه. هذا شوف عندنا كلمات هنديه، عندنا كلمات فارسية. انجليزيه، عندنا كلمات تركيه، عندنا كلمات كويتيه، وترى في حتى ذي كلمات عربيه او شغلات مثل هذه موجوده ترى حتى التركيه. يعني مثلا قصاب، احنا نقولها قصاب ما اقولها الحين، موجوده للحين بتركيا. لا انا للحين اقول قصاب ما اقول ملحمه. قصاب 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 اي الحين انا اشوف تركيا هناك ما يقول لك يعني يرفضها بالانجليزي، يقولها قصاب. احنا بالكويت ما نقولها، نقولها ملحمه الحين. انا بعد الشاورما كلمه تركيه ان شاورما شيء لا شاورما اي اي. انا بعد يعني اليوم حتى عيالنا بالبيت مثلا تقول له مثلا تدش تقول والله الاغراض بالكنقيه، شنو يمه كنقيه؟ ما يعرف شنو الكنقيه، ما يعرف شنو الليوان، ما في مفردات يعني اركان البيت. قبل خلينا نتكلم عن بعض المفردات اليوم اللي اندثرت. صح يعني مثل الكنقيه مثل ما قلت هذا اساسا هندي. اي يعني حتى مثلا البنكه، البنكة هندي. ايه التجوري، التجوري هندي نفس المفردات هذه. التجوري هندي بعد؟ التجوري هندي ايه. شو اسمه عندك مثلا في مفردات حاليا يعني ما قمنا نقولها، يعني وايد اشياء مثل اشياء تتعلق البحر، اشياء تتعلق باسمه، وايد اشياء ما قمنا. خل اذكر شوي كم مثلا مثل اسمها من المفردات هذه وايد. يعني في شغلات بالوقت الحالي اذا ذكرني في شغلات اقول لك اي صح هذا يقول الليوان في البيت. لا هذا هذا ليش؟ لان اول موجودين إيه؟ اللي الدهريز اللي هو الممر إيه؟ اللي هو من الباب السكه لداخل هذا الدهريز. دهريز دهليز إيه؟ مو باللغه العربيه دهليز. دهليز احنا نقول دهليز. دهليز باللغه العربيه. باللغه العربيه احنا نسميه دهريز براء. إيه؟ دهريز ليش؟ لان جاي هني هني الديوانيه مثلا وهني دار الممر الطويل هذا نسميه الدهريز. بس البيت احيانا ما يكون في دهريز، يكون في باب السكه ومن عقبه يطلع الحوش. هذا يحطوا له قطعه من قدام يسمونها غاده. الغاده هذا يتبطل باب السكه ما يكشف على الحوش من داخل ولا يكشف على الحرم. زين المدربان بين بيت وبيت، بين حوش وحوش. قبل الكويت حواش يعني عندك حوش الحرم، عندك حوش الديوانيه، عندك حوش الغنم، عندك حوش المطبخ. كلهم يطلون على المطبخ. الممر هذا اللي دشينه هاي يسمونه مدربان. زين الفريه بين بيت وبيت. صح لا مسلسل فريه زين. إيه؟ بين بيت وبيت يكون باب. زين اذا صار فتحه بالطوفه يسموها نقبه. نقبه يسموها نقبه. نقبه هي شنو الفتحه اللي الفتحه اللي بالطوفه يعني بس تقدم فيها طلب وتجي اسمها هذا مثل بين بيتك وبيت اخوك ما عندكم باب، ما عندك فريه، عندك نقبه، عندكم بس نقبه مثل دريشه كذي تدخل فيها ماعون تطلع منها ماعون تعطيهم قرض وهذا، لان بدل ما تلف باب السكه الحين ما في لا فريه ولا نقبه. اليوم صور اخوك اعلى من بيتك. لا الحين ما في السوالف. على طاري البيوت القديمه ابو علي، انا اتذكر قابلت احد الضيوف قال لي انه ما كان في السابق يعني يشوف بالمسلسلات يقول ما كان في السابق اساسا درايش في البيت. نعم. العيب كان درايش ما في دريشه تكشف الدرايش كلها موجوده بس برا حتى داخل يقول غرفه النوم ما فيها دريشه. درايش موجوده بس حق الديوانيه، درايش على السكه ايه؟ بس درايش الديوانيه بس هي الوحيده اللي على السكه ايه؟ اما الدرايش الداخليه اللي هي درايش الحرم وهذا تكون موجوده داخل البيت حق جسنا. البيت او الدار اللي طل على السكه يحطون لها دريشه من فوق كلش يعني اعلى من قامه الانسان من فوق يسمونها كتيبه. كتيبه كتيبه تدخل لك بس تدخل لك الضوء، باللغه العربيه اسمها الخرسه. يعني الخرسه مثل الطغمه أيه؟ بس تدخل لك الضوء هذه أيه؟ وما انا ما اشوف منها اللهم بس الاضاءه بس اشوف منها. هذا ابو علي شوف المبنى، هذا ديوان البدر. نعم هذا ديوان درايش أيه؟ هذا مجدد يعتبر ديوان. قلت لك الديوان الديوانيه الوحيده اللي هي درايش على السكه أيه؟ بس باجي درايش الحرم، باجي الدرايش اللي حق هذا ما دول الحرم لا كله طل داخل. يعني عبد الله مسلسلاتكم واحده تطل من الدريشه تشوف ما ادري منو برا بالفريج. لا لا ما في لا, لا, لا ما ما ما, 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 في ما كان في هالحكي ابدا. ما في يعني ما في محل يعني الدراما غلط ابو علي. مثلا واحده تطل من الدريشه الديوانيه تطل بالسكه هذا شيء ثاني بعد. يعني ابو علي يعني يوم الدراما التراثيه فيها اخطاء كثيره حتى بطريقه البيت وحوش البيت والدرايش اللي تطل على السكه
وشوف مو بس هذا، حتى نظام الدرايش ترى احنا درايشنا ساعات تشوف الدرايش يعني مصمم الدريشه على نظام درايش البحرين. احنا نظام درايشنا يفرق عن نظام درايش البحرين. شلون؟ يفرق عن نظام درايش الامارات. تراث يختلف. يفرق. احنا عندنا الدرايش اذا تلاحظين نهايتها فوق التاج عندنا يسمونها ربع دور او نص، اللي كسره هذه ايه؟ ربع دور او نص دور. زين تشوفين شو اسمه الدريشه نفسها. احنا عندنا يمكن تسمعون عن كلمه بنجره. بنجره؟ اي بنجره هي الدريشه نفسها. ايه؟ بس المفرده هذه فارسيه. زين بنجار. بنج آر. بنج آر. يك دو سي تشار بنج. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نشوف لها خمس فتحات. زين بنج آر. زين تشوف فيها يك دو سي تشار بنج. زين تشوف المكان تحتي وفوق مكان ثاني مو بينهم اللي يسمونه الشالخ اللي هو شو اسمه القطعة هذه الخشب. القطعة الخشب. زين لما تعدهم ليه فوق تشوفهم خمس. يعني انت الحين ابو علي ذكرت لنا قلت لنا ان في الكلمات الكويتيه حتى القديمه هي يعني كلمات اساسا فارسيه، وقلت في كلمات انجليزيه، وقلت في كلمات هنديه. يعني الكويت متاثره بالكلمات او باللهجات من الدول المجاوره، ولكن خلينا نقول الكويت نعم كلامنا احنا، من الدول المجاوره تاثر بكلامنا الكويتي؟ شوف تاثر بالكلام الكويتي اول ما طلعت المسلسلات الكويتيه ايه؟ القديمه وكان يعني تقريبا هو التلفزيون الوحيد عندهم دراما طلعت فيه، لان لا ننسى يعني الاعلام وايد يعني ينقل. احنا ليش لا اروح بعيد يعني احنا بالنسبه حق يعني الافلام العربيه مثل الافلام المصريه وايد اخذنا منها كلمات. صحيح. عرفت شلون؟ نفس الشيء كذي بالنسبه حق الخليج يعني المفردات الكويتيه دشت هناك. احنا انا يعني وقت اخذنا من 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 قطر يمكن في مسلسل اللي هو حق خان المصليطي الله يذكره بالخير اللي هو اللي يقول اقز الشوارع، هذه اقز الشوارع اقز الشوارع هي عندنا بالكويت. عرفت شلون؟ في اسم مسلسل شو اسمه هذا؟ فتوش او شغله مثل هذه اسمها طاح نسيتني والله. فايز التوش. نعم في اسمها هذه من شت عندنا بالكويت تسمع كلمات. الحين مثلا الحين نسمع وايد كلمه فديتك. فديتك مثل قبل احنا ما نقولها حياتنا مع المسلسلات الاماراتيه وياتنا مع مسلسلات مثل هذه. الاعلام له تاثير وايد على اللهجه وعلى شو اسمه المفردات وعلى تطلع الشغلات مثل هذه. صح. يمكن اليوم بعد صار في ناس يقولون بعض الكلمات عندنا الياء والجيم وتعودنا عليها اليوم بالمجتمع، بس في ناس يقول لك لا انتم قاعدين تبالغون بالياء، وفي ناس يقولون قاعدين تبالغون بالجيم. فالياء والجيم هذه وين الاصح منها؟ هي بالنسبه حق الياء والجيم تشوفوا هي تاخذينها يعني من بر فارس زين الى عمان. المنطقه هذه كانت كلها تقريبا هي حق بني تميم. نعم. حق قبيله بني تميم طبعا اكبر القبائل بذاك الوقت. نعم. زين طبعا هذا قبل الاسلام الكلام اللي قاعد اتكلم عنه. نعم. والقبيله هي اللي تلفظ شو اسمه بدال الجيم تلفظها ياء. نعم. ومشت ويانا احنا حتى احنا الحين يعني مو كل كلمه نلفظ ما يصير ياء حتى اي ما نلفظها مو كلهم يعني في كلمات قديمه يعني احنا مثلا عندنا نلفظ اليامعه اللي هي شنو هي مالت المحاله اللي مالت البوم ما بوم الفوقيه اللي مالت الدقر ما دقر اسمها يامعه مو جامعه تخصص مو جامعه نسميها يامعه بس بالنسبه حق هذه نسميها جامعه الا الكليه اي جامعه الكليه زين يعني في كلمات نفسها الجيماجين بس لا نعطيها مسماها الحقيقي اللي مشينا عليه يعني هذا احنا زين هي ابو علي من الاخر يعني هي دجاج ولا دياي ولا دياج لا انا ما قلت شوف هو بالنسبه مره دياج لا شوف دياج عند اهلنا اهل الباديه اهل الباديه ينطقونها دياج طبعا مو كلهم يعني بعض القبائل ينطقونها كذي زين دياي احنا ننطقها مثل ما تقول بالديا وهذا ينطقونها عندك اهل فطاس يسمونها يقولون دجاج دجاج شلون اهل يهره نفس الشيء ينطقونها دجاج وعلي عبد الله بقلبه حتى كلمه هالكبر سنه من السنين تكلمنا بنفس الموضوع حلو نفس الموضوع في واحده من البنات انا استغربت ان بيتهم لا دجاج ولا دياي تقول دياج دياج لا يصير ما يصير دياج لا انا قلت لك اهل الباديه
البادية يقولونها دياج. دياج؟ إيه. بعض بعض. الحمد لله يا رب أنت نصرتني بعد سنين. أنا يمكن استلمتها في ذاك البرنامج سنة كاملة يا أبو علي. لا لا ما موجودة. استلموني السوشيال ميديا قلت لهم مو أنا أنطقها فعلياً موجود. أحد القبائل صديقتي. موجود. تقول رفعت السماعة لها قلت لها أنت فضحتيني بالتلفزيون شلون بيتكم يقول دياج قالت نورة إحنا نقول دياج. يعني الحين رسالة حق أهل الكويت إذا سمعتوا شخص يقول دياي صح دياج صح. دجاج بس كان اقول لك على الباديه يعني احنا على كلام حسين القلاف قبل حسين القطان قبل كم يوم نفس الشيء احنا عندنا بفيغ اكسبو عندنا طبعا جروب نتناقش فيه المواضيع هذه واحد من الشباب حط شو اسمه حط نل وعلق ان هذا النل زين واحد من الشباب عندنا من اهل الباديه قال لا هذا مو اسمه نل هذا اسمه لن نل الماي لن ايه هو اسمه احنا نسميه نل ايه؟ زين واحد من الشباب من الباديه قال لا هذا اسمه وصار جدل انا بعيد عنهم بالوقت هذا بعيد عنهم انا ما كنت انا وياهم انا داش بالحوار هذا بعد فتره جيت دشيت على الحوار وشفته وهذا اللي فعلا مختلفين على الموضوع هذا قلت انت اثنينكم صح النل صح واللن صح أيوة. الباديه يسمونه لن واحنا نسميه نل وكلمه النل هذه اساسها هنديه بس الباديه ينطقونها لن ما نقدر نقول نل نسميها بس الحين شو يسمونها احنا بدنا نقول نل نل اي نل نل اي نل موجود بطل النل صك النل تغير هذا بعد حرفوها غيروها وانا ما ادري نل اللي هي الحنفيه بطل الحنفيه اي قام يقولون حنفيه الاغلب نعم صح إيه. صح لا اول كان الحنفيه الحين بطل الحنفيه صك الحنفيه اي بس قبل نل اذا والفرضه الفرضه من وين جايه الفرضه سلمك الله والميوه والجبره اي شوفي الفرضه اول ما طبعا البضائع اللي قاعد تجي يفرضون عليها ضرائب من الضرائب اللي قاعد ياخذونها حقه هذا زين طلع كلمه الفرضه زين قبل كل محمل جاي طبعا ما في قبل لا مكاين ولا شيء كله مكاين الشرع زين وبعض المحامل اللي تجي زين اول ما يجي يدخل داخل القودي او داخل النقعه شو يسوون ياخذون يا اما السكان مال الشرخ يقدمه هناك عند مكان ما ياخذون الضرائب مضرائب او ياخذون الكانه العصا مالته زين ما يقدر يطلع فيها الا من يسترد يدفع المبلغ اللي عليه من الفرضه الضريبه المفروضه عليه ياخذها وبعدين ياخذ الاداه اللي يسوق فيها المحمل ماله عرفت شلون يعني الفرضه ابو علي هي الشبره نفسها يقول لك راح الفرضه الحين سموها شبره الخضار بس قبل لا الحين غلط الحين هذه غلط تسميها فرضه غلط نعم لانه مو مفروضه عليها لان حاليا ما فيها فرض ضرائب ما تاخذ ضرائب ما تاخذ هناك الاسم جاي من فرض ضرائب عليها يعني المفروض ان هذه الكلمه تندثر خلاص هذه قديمه وانتهت بس احنا نقولها كهذه بس هذا يقول شبره الخضره على اساس هي كمنشاه مثل شبرات مثل اي شبره شبره الخضره حلو انا كلام وايد 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 طيب ابو علي انا من كثر ما استانس بالسوالف معاك انا يمكن بسالك سؤال يعني انت عندك اعتقد متحف خاص فيك نعم ابي اعرف شنو يعني التحف الفنيه القيمه اللي موجوده عندك انا ودي شباب اذا مصورين عندك متحف او مقتنيات والله شوف انا اللي عندي تقريبا اكثر شيء يعني اهتم بالتراث الكويتي والاشياء اللي استخدمناها بالكويت ما عندي شيء يعني خارج الكويت طبعا في مراد وانجليزي في مشغلات هذه بس كل شيء استخدم بالكويت عندنا احنا موجود عندنا ما حطيت يعني اي شيء مثل قال انا هذا استخدم بالمانيا هذا استخدم كذا اي قطعه استخدمت بالكويت موجوده عندنا استخدم ممتاز مثل شنو عندك كل شيء يعني عندك مثل الاسقه عندك الرواد القديمه عندك المسجلات عندك المسجلات من اول بدايتها عندك المشتختات المشتختة غير المشتختة ترى المشتختة هذه اللي يحطون فيها الاسطوانة هذه المشتختة مشتختة غير البشتختة اي غير البشتختة شنو الفرق الفرق الميم والباء البشتختة اللي هي الصندوق اللي يحط فيه الطواش يحط فيها قاضة اثناء البيع والشراء اللي هي اساسها تركي باشتخت تخت الباشا باش تخت اصلها تركي باش تخت باش تخت باش تخت يعني معناته هذه شنو قلت لي عفوا هذا بيشتخت اللي يستخدم الطواش انه خذه يحطه في طنياتهم الخاصه الفلوس ما فلوس الطواش يستخدم يعني مو اله موسيقيه في لا تخيل اله موسيقيه مش تخت مش تخت اي مش تخت مش تخت هذه مش تخت وطبعا الاسطوانه ما يسمونها اسطوانه يسمونها قوان الاسطوانه الحجريه هذه اسمها قوان غوان اي غوان يجيب القوانات ولا رجع القوانات هذا شوف شلون تعديل على الكلمات شلون يعني والله قاعد تصدمني ابو علي صراحه ما ودي الحلقه تخلص كل معلومات قاعد نستفيد منها صح ومعلومات احنا قاعد نمشيها غلط يعني حتى كلمات
احنا قاعد نقولها في وقتها، ولكن كلمات نقولها عبد الله احنا يعني جينا للحين نقول بعض المفردات بس ما نعرف من وين وشلون انقالت وليش انقالت. اي صح، المفروض يعني احنا الحين بالمدارس طبعا مع الفريق نطلع بشغلات مثل هذه، نعطيهم المعلومات يتفاجئون بالمعلومات هذه. مثل يعني انا لما اطلع وياي اخويا نجم البحر، زين نبدأ تعرفونه كلكم، اقول شو اسمه بالكويتي ما حد يعرفه، شنو هو نجم البحر؟ اي اللي اسمه نسميه بالكويت عوعو. عوعو اي هذا اسمه بالكويت. زين شو اسمه فرس حصان البحر، اي اسمه بالكويتي ما اعرف، قاعد يوصل المعلومات هذه. شو اسمه؟ بوزيزي. بوزيزي اي ليش يسمونه بوزيزي؟ الغواص لغاص قبل تحت يسمع صوت العزيز هذا كذي، زين يسمع له الصوت هذا يعرف انه في حصان البحر. يعرف يسمع الغواص. شفت الحين كان الحي الصغير هذا الغواص حسب الألف حساب. ايه الغواص هذا ابو علي عندنا فيديو بدنا نشوفه مع بعض ونرجع نكمل معك. اعطوني الفيديو شباب. ياك الله. طبعا من مستلزمات الاطفال والصبيان الصغار قبل حق النوم عندنا الكاروكه وعندنا المنز. شنو الفرق بين الكاروكا وبين المنز؟ هذا اللي قدامنا كاروكا، والاسم هذا جاي من الهند. الهند يسمونه كاروك، الهند يسمونه كاروك واحنا سميناها كاروكا. والكاروكا هاي طبعا يقول خشبها من خشب السيسم، خشب السيسم ما مصنوعه منه. خشب السيسم انه خشب قوي وتعمر، يمكن العيال كل ابوهم على كاروكا واحده ما يشتروا كلها الا كاروكا ولا شيء، يمكن كاروكا واحده تعمر حق عيالهم كلهم عيالهم الصغار. والمنز اللي هو مصنوع من يريد النخل، نميز بينهم. الكاروكا قلنا مصنوعه من الخشب مثل ما نشوف الاسم الاساسي كاروك، زين. والمنز اللي هو من يريد النخل يسمونه يزمه، واليريد يتننون فيها من بعد، ساعات يحطوا له مكان حق الكله اللي تغطي ليها عن البق والقارص شعب مثل هذه، وساعات تكون تحتها مثل ادراج يسمونه يزمه. هذا عندنا بالحاضه. وعندنا عند اهل الباديه عندنا يستخدمون القطعه هذه طبعا اكبر. هذا انا مجسم حاطه، زين. هذا يسمونه الميزب نفس الشيء، يعني بتطلع الام ويا عيالها بتروح بتحطب ولا شغله مثل هذه، ياهل يكون داخل هذا ومعلق على كتفها، زين. اهل الباديه، ومثل حتى قاعد يعني في بالبيت عن الداب ولا العقرب ولا شغلات مثل هذا يتعلق ببيت الشعار مثل ما اشوف كذي موجود. هذا مثل ما قلنا مجسم بس يكون اكبر بالحجم، وهذا مصنوع من يلد. هذا اللي تشوفونه يلد كله موجود، حتى لو بغت تطلع ولا شيء، زين، تحطها تحت كتفها كذي ياهل ويطالع فيه موجود. اسمه سمينا هذا الميزب. واللي يحطون اللص اللي يحقون عليهم احنا نقول لها سباي اللي هي فارسيه بعد سيباي. قولها سيباي يك دو سي ثلاث عصي، مثل كفايه شرباي. اسال السؤال شرباي نفس الشغله. احنا كنا قاعد نسوي تحت الهواء اسئله، طبعا دخلنا احنا الحين هواء بعلي. قبل شوي شفنا الكاروك اللي هو سرير الياهل. نعم، خلنا ناخذ هذه الاجواء الاطفال، مستلزمات الاطفال، شنو كان في مفردات عتيجه احنا اليوم اندثرت غير الكاروك اللي هو السرير؟ الهزاز لازم يكون سرير هزاز. طبعا الكاروك مثل ما قلنا انا ايش اسمه اللي هي الكاروك، واساسا اللي اساسا الاسم هندي ويا اسمها وياها، وكان يبونها من الهند. اللي يفرق عنها المنز اللي هو يسوونه من يريد النخل، يجينا من إيران، يجينا من الحسا، يجينا من العراق، لأنهم دولهم غنية بالنخل ويستخدمون هذا وينتجون فيه منتجات وايدة من يريد النخل. ممتاز. بالنسبة لكم ألعابهم، عندك البنات عندك ألعاب وايد حقهم، ما تقولي عندك اللقصة، عندك الخبصة، عندك البروي، عندك الشروكة، عندك الحازيج مالوتهم الشغلات مثل هذه. الصبايا مساكين ما عندهم الا هذا السيكل. لا يعني لا الصبايا عندهم مكسي وعندهم عندهم عندهم الصبايا اللي الستيل جديده تعتبر العابهم. العابهم موسميه الصبايا، في عندهم العاب موسميه، وترى حتى عادي قبل العاب الصبيان بعمر معين الصبيان البنات يلعبون ويا بعض بالسكه عادي. صح، لان ترى بينهم يعني مثل ما تكون اخوه رضاعه بالفريج. صح، بينهم اخوه رضاعه. يعني انت بذاك الوقت حتى احيانا حتى بيزوجون من الفريج وهذا يكون صعب عليهم لان بينهم اخوه رضاعه، الزواج يكون صعب بينهم. صح، اي مثل عندكم شو اسمه يمن باسل العريس، يمن باسها من هذا جسمه.
شنو معناها؟ معناها يقول يا تعرفونها؟ والله ما ادري. يا من باس العريس. نبي كلمه يا من باس. يا من باس يعني من اللي باس؟ لا اتوقع مستحيل. يا من باس. باسها قوي. باسها قوي عنيده يعني. باسها قوي زين؟ يا من باس العريس يا من باسها يا من حط سطر اللولو على راسها. يا ابو لها القبقب وقالوا البسيه وقالت ما البسها ولا يهمني. ولا يهمني الا اخوي زين الشباب. بدينا قلم فضاء يكتب كتاب. أو شلون هذا؟ والله وايد شغلات ابو علي فتحت عيوننا عليها. انا في شغله هم تعلمتها يمكن فتره هم جديده سالفه هذه يمشي على اردانه توني عارف يمشي على اردانه قبقب يمشي على اردانه على ايدينه انا عبالي يمشي على الدانه الاردانه يمشي على الدانه الاردانه اللي هو الجنب. انا ودي قبل لا نختم يعني احنا ودنا نسولف ليه بعد حلقتين قدام الصراحه والله مستمتعين. انا ودي قبل لا نختم تسوي لنا اختبار انا عبد الله كل واحد يعطى كلمتين خلينا نشوف نعرف. اي انا جاهز يعني احنا جيل الثمانينات عشان نكون صريحين. زين احنا شياب اول ثمانينات شياب اول ثمانينات اغزر وياكم شوي يعني اغزر. زين مدسامه هذا عند نوره مدسامه مدسامه بن سامه مدسامه انا ما عرفت اقولها تبيني افسر مدسامه. اي انا اتوقع يمكن شيء حق عزك الله جواتي. لا ما لها علاقه بجواتي كلش كلش مدسامه. اي لا ما اعرف استسلم انا ابو علي ما اقدر عليك. زين تشيبيه. لا انت رحت عاد انت ما رحت عاد اربعينات اغزل وياكم. زين لا نص تغزيره مو وايد. اكليل اكليل. ايه اكليل انا اعرف اكليل عروس صح. طرحة صح؟ ايه طرحة العروس هذه قديمة الكلمة؟ ايه قديمة اول ما صارت عندنا بالخمسينيات اول ما صار الزواج قال يلبسونها كليل. ايه عرفت شلون؟ المتسامة سلمك الله قبل مو يخبزون خبزون في البيت والعتاوة لازم يكون عندهم انت الحين تلاحظين محل الصاد ما صاج ايه وتشوفين عندهم يحطون زيت تاوة وزيت الزيت يحطون عليه عشان شنو؟ عشان لا يلزق الخبز يحطون صح. عليهم ايه قبل عندهم شيء نفس الشيء قوطي وفي فوطه وفي ودكه اللي هي اللي هي شو اسمه الخوف هذا يدسمون الراحه فيها. الحين ما تشوفون اذا رحت مثل بوفيه ولا شيء تشوفين لازم يغش على التاوه يغش عليها هذا صح. هذا نفس الشيء اي يغش عليها. والتشيبيه البيوت القديمه قبل طبعا عن اعتمادهم على ماء المطر يعني اعتماد قوي ينطون الشتاء يجيهم المطر واذا المطر طبعا يستخدمونه حق ماء الشرب ما شرب واللي عنده بركشه المغازيم اللي في البيت كلها تشوفون ذيله يربطهم كلهم بيب واحد والبيب هذا ينزل في البركه يسمون هذا تيبيه. يا سلام ابو علي والله العظيم فعلا مثل ما قالت نوره يعني يبيلك حلقه كامله نسولف ونستمتع بالكلام تراثك. شكرا لك على حضورك اليوم معنا في برنامج عسيف. يعطيك العافيه ابو علي. يعطيك العافيه والله قواك الله وانا وايد مستمتعه وقلت لك انا ودي ما اختم الصراحه اليوم معاك. طاقتك وايد كانت جميله عندنا واسترجعنا معك بعض المفردات وان شاء الله الجيل الجديد عاد يتابع ويستفيد من هالمفردات ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. فشكرا لوجودك اليوم معنا يا ابو علي. حياكم الله وسلم بارك وانا سعدت وياكم يعني اهتمامكم بالاسئله واهتمامكم بشغلات مثل هذه يخلي واحد يطلع اللي عنده كله. اشكرك جدا يا الله العافيه. مشاهدينا طبعا مستمرين معاكم وعندنا فقره الشارع خلكم معنا.